في الحلقة الماضية اللجنة أهلت مناهل فتحي من السودان، وثلاثة شعراء ينتظرون دعمكم وتصويتكم ليتأهل اثنان منهم للمرحلة التالية. أسامة غاوجي من الأردن يمد يدا للما وراء ويقطف ويعرف أن الأمر ما ليس يعرف. محمد ولد إدوم من موريتانيا بكى صاحب الضليل والدرب دونه يناجي شرايا الموت قبل انشطارها. مفرح الشقيقي من السعودية وحي يشق الآن صمت سمائي وأنا أرتل لهفتي بشقائي. إمارة الشعر، حلم الشعراء.